المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح كتاب التوحيد. الدرس 29. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. باب ما جاء في التنجيم، يعني في حكم التنجيم، وأنه منقسم إلى جائز ومحرم، والمحرم منه نوع من أنواع السحر، وهو كفر وشرك بالله جل وعلا. فالتنجيم هو ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم، هذا التنجيم المذموم المحرم الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. وفي ما يتعلمه الناس أو فيما هو موجود عند الناس وعند الخلق، التنجيم ثلاثة أنواع. الأول التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم، وهذا تأليه للنجوم، وهو الذي كان يصنعه الصابئة، ويجعلون لكل نجم وكوكب صورة وتمثالا، وتحل فيها أرواح الشياطين فتأمر أولئك بعبادة تلك الأصنام والأوثان. وهذا بالإجماع كفر أكبر وشرك كشرك قوم إبراهيم. والنوع الثاني من التنجيم هو ما يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بحركة النجوم والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها، الاستدلال بذلك على ما سيحصل في الأرض، فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع مستقبلا في الأرض. والذي يفعل هذه الأشياء ويحسنها يقال له المنجم، وهو من أنواع الكهان، لأن فيه أنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال بحركات الأفلاك وتحرك النجوم. وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائر، وهو نوع من الكهانة، وهي كفر بالله جل وعلا، لأن النجوم ما خلقت لذلك، وهؤلاء تأتيهم الشياطين فتوحي إليهم بما يريدون وبما سيحصل في المستقبل، ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك. وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك، كما في فتح عمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، وغيرها. النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم ما يسمى بعلم التسيير. علم التسيير وهو أن يعلم النجوم وحركات النجوم لأجل أن يعلم القبلة والأوقات، وما يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح، والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح، وعلى الوقت الذي أجرى فيه سنته أنه يحصل فيه من المطر كذا ونحو ذلك، فهذا يسمى علم التسيير. فهذا
رخص فيه بعض العلماء. وسبب الترخيص فيه أنه يجعل النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقها وطلوعها أو غروبها يجعل ذلك وقتا وزمنا لا يجعله سببا، فيجعل هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذا. والله جل وعلا جعل النجوم علامات كما قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهي علامة على أشياء، يحصل طلوع النجم الفلاني يحصل أنه بطلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء، ليس بسبب طلوعه ولكن حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول الوقت، وإلا فهو ليس بسبب لحصول البرد، وليس بسبب لحصول الحر، وليس بسبب للمطر، وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك، ولكنه وقت. فإذا كان على ذلك فلا بأس به قولا أو تعلما، لأنه يجعل النجوم وظهورها وغروبها يجعلها أزمنة، وذلك مأذون به. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء كما قال جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. قال: ورجوما للشياطين، والآيات على ذلك كثيرة. قال: وعلامات يهتدى بها، حيث قال جل وعلا: أمن يهديكم، قال جل وعلا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وقال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ونحو ذلك من الآيات. فهي علامات يهتدى بها، يهتدى بها على أي شيء، أو يهتدى بها إلى أي شيء؟ يهتدى بها إلى الجهات، جهة القبلة، جهة الشمال، جهة الغرب، جهة الشرق. يهتدى بها أيضا على الاتجاهات، حيث تعرف أن البلد الفلانية باتجاه النجم الفلاني، فإذا أراد السائر ليلا في البر أو في البحر يتجه نحو اتجاه هذا النجم فيعلم أنه متجه إلى تلك البلدة، ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما علم له ما لا علم له به. وهذا صحيح، لأن النجوم خلق من خلق الله، ولا نفهم سرها إلا بما أخبر الله جل وعلا به، فما أخبرنا به أخذناه، وما لم نخبر به فلا يجوز أن نتكلف فيه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. والمراد هنا بذكر النجوم يعني في غير ما جاء به الدليل، إذا ذكر القدر في غير ما جاءت به الأدلة فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم وحسن صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل فأمسكوا، وكذلك إذا ذكرت النجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل فأمسكوا، لأن ذلك ذريعة لأمور محرمة. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. الله جل وعلا جعل القمر منازل كما قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. له 28 منزلا ينزل في كل يوم منزلة منها. تعلم هذه المنازل هل هو جائز أم لا؟ منعه بعض السلف كراهة، ورخص فيه طائفة من أهل العلم، وهو الصحيح، لأنه جل وعلا امتن على عباده بذلك. قال: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وظاهر الآية أن حصول المنة به في تعلمه، وذلك دليل الجواب. قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قوله: ومصدق بالسحر، وقد مر معنا أن التنجيم نوع
من أنواع السحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وإذا صدق بالنجوم فإنه مصدق بالسحر، والمصدق بالسحر لا يدخل الجنة. قال هنا: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وإدمان الخمر من الكبائر، قال وقاطع الرحم وهي من الكبائر، ومصدق بالسحر وهو أيضا من الكبائر. مما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما يكثر في المجلات مما يسمونه البروج، يضعون صفحة أو أقل منها في الجرائد ويجعلون عليها رسم بروج السنة، برج الأسد والعقرب والثور إلى آخره، ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. فإذا كان المرء أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا. وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير، الاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض، وهو نوع من الكهانة. ووجوده في المجلات وفي الجرائد على ذلك النحو وجود للكهان فيها، فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات ولادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم، لأن التنجيم من السحر كما ذكرنا، يجب إنكاره على كل صعيد. ويجب أيضا على كل مسلم أن لا يدخله بيته وأن لا يقرأه ولا يطلع عليه، لأنه إن رأى تلك البروج وما فيها ولو أن يعرف ذلك معرفة فإنه يدخل في النهي، من جهة أنه أتى إلى الكاهن غير منكر له. فإذا أتى لهذه البروج وهو يعرف البرج الذي ولد فيه ولكن يقول: سأطلع ماذا قالوا عني أو ماذا قالوا عما سيحصل لمن ولد في هذا البرج، فإنه يكون كمن أتى كاهنا فسأله، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وإذا أتى وقرأ وهو يعلم برجه الذي ولد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما فيه فهذا سؤال، فإذا صدقه به فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة. فإنه يجب إنكار ذلك على كل صعيد، وألا يؤثم المرء نفسه ولا من في بيته بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت، لأن هذا معناه إدخال للكهنة إلى البيوت، وهذا والعياذ بالله من الكبائر. فواجب إنكار ذلك وتنزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يدحر أولئك، لأن أهل التنجيم أهل البروج أولئك هم من الكهنة، والتنجيم له معاهد معمورة في لبنان وفي غيرها يتعلم فيها الناس حركة النجوم وما سيحصل بحسابات معروفة وجداول معينة، ويخبرون بأنه ما كان من في البرج الفلاني، يعني من أهل البرج الفلاني، فإنه سيحصل كذا وكذا عن طريق تعلم وهمي يغرهم به رؤوسهم وكهانهم. فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس في ذلك الكلمات وبعد الصلوات وفي خطب الجمع، لأن هذا مما كثر البلاء به والإنكار فيه قليل والتنبيه